إلى طريق المطار وتحديداً إلى أمام مدخل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وصل موكب النائب السابق حسن يعقوب الذي استقبل استقبال الفاتحين وسط حشود عائلية وإعلامية. فلقاء كفالة مالية قدرها 30 مليون ليرة لبنانية أخلي سبيل يعقوب بعد مرور 7 أشهر على توقيفه. قرار تخلية السبيل أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا، وصادقت عليه الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي عفيف حكيم، بعدما سبق أن رد الطلبين لتخلية سبيله تنحى على خلفية أحدهما قاضي التحقيق السابق في القضية بيتر جيرمانوس. ليش عملتوا بعائلة الشيخ محمد يعقوب هيك؟ هيك بيشتغلوا، هيك الأمانات. أنا طول عمري فخري الكبير إنه والدي الشيخ محمد يعقوب المغيب المظلوم، ولكن فخري صار أكبر وعزتي صارت أكبر بس شعرت بأشهر 7 8 شهور من مظلوميته من 38 سنة. صار فيي يقول إني مشاركك يا بيي. الحمد لله. أقسم بالله وبغربة بيي الشيخ محمد يعقوب ستتدحرج أصنام اللحم والدم تحت الأقدام. كل يوم وكل ساعة قضتها عيل الشيخ محمد يعقوب على الطريق، والعيون عمياء والآذان صماء ستكلف أعمار. والكلام خلص مثل ما كتبوا من كم يوم وبدأ العمل ومنتحاسب. صلوا على روحه. وكان يعقوب قد أوقف في 17 من كانون الأول 2016 على خلفية اتهامه بخطف هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ونقله من سوريا إلى لبنان بالتنسيق مع مجموعات من الداخل السوري ومع مجموعة لبنانية مسلحة. يعقوب وهو نجل الشيخ محمد يعقوب الذي اختطف مع الإمام المغيب موسى الصدر كان قد أنكر في بادئ الأمر أي صلة له بعملية الخطف، وفي حين نفذت عائلته اعتصاما مفتوحا أمام مدخل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للمطالبة بإطلاق سراحه فض الاعتصام وأزيلت الخيمة مع وصوله إلى طريق المطار. عودة يعقوب إلى الحرية لطالما ارتبطت بتخلية سبيل هانيبال القذافي، فيطرح السؤال عما إذا ستكون هذه بادرة لإقفال هذا الملف. لايال سعد، قناة الجديد.